في المسائية في الذكرى 66 لثورتها، أين هي الجزائر؟ الموقع والمكانة والدور عربياً إقليمياً وأفريقياً. كيف واجه الجزائريون عاصفة التغيرات في المنطقة بموقف ثابت رافض للفتنة والتفتيت؟ وكيف نجح الحراك في رهان الاستقلالية والوطنية؟ وفي معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أي صفحة تفتح في البلاد؟ كيف تنقسم الاتجاهات والآراء؟ المسائية تأتيكم الساعة 10 مساء بتوقيت القدس الشريف.